بنموت فيه أنا وأحمد، شايفين إنه اسم عبقري. مدارس ومذاكرة تمارين عيد ميلاد بذمتك ولادك خدوا كم مرة مضاد حيوي من غير ما تكلمي دكتور؟ كأن الجسم ما فيهوش ناتشرال. أنت ليه مخليني أتكلم زي الدكتورة يا علا؟ إن في الطب وفي الطب البديل. أنت ابتديتي خلاص؟ آه يعني بنتكلم كده. آه ماشي. عشان أنا ضحكت ضحكة رقيعة في النص. دور الأبهات مهم جدا، بس هل الأبهات المصريين عارفين كده؟ الأب ليه هيبة. لا وهي كمان الأم بتبقى هقول لأبوكم، هقول لبابي بجد، والله هقول لبابي. هل ممكن أذاكر لعيالي من غير ما أنا أذاكر؟ احنا بنتكلم في موضوع جد دلوقتي في كورونا. أيوه ده جد، احنا بنتكلم في الجد دلوقتي. رز ملوخية مخروط الصلصة فخفني، حاجة تانية ما بياكلوها ولا هي هي؟ نرجع نعيد كل يوم. لا في اساليب كتير للعقاب غير الضرب. ايه ده رايحه عند شنطتي؟ وجهه مظر مظر مذر ام، وجهه نظر ام. لا بجد اسم عبقري جدا يا علا، الفنانه علا رشدي. بس هي هنا مش الفنانه علا رشدي، هي الام علا رشدي، مظر علا رشدي كده. الأم ولا رشدي. وجهة نظر، أولا الاسم عظيم، بس أنا عايز أقول لكم الفقرة النهاردة عن إيه. الفقرة عن علا وعن السوشيال ميديا وعن ولادنا وعن التربية وعن السكويد جيم وعن الإنترنت، عن كل ده هنتكلم عليه، خاصة إن إحنا رجعنا المدارس مش أونلاين، فده معناه راحة للأمهات كده. طبعًا أنا عايزة أقول لكم وخبر سعيد، بس عايزة أقول لكم علا نايمة. أنا نايمة، أنا خلاص علا ده باست يعني بالعربي. عدى معاد موعد، عدى معاد نومي. أنا صاحية من 6 الصبح، فأنا دلوقتي ببقى يعني إيه في الحلم التاني كده. علا أنت احكي لي جدول أعمالك الصبح، بتصحي الساعة كام؟ بصي لو مفيش تصوير جدول اعمالي بيبقى يعني بصحى 6، لو في مدرسه جت في مدرسه خلاص في مدرسه خلاص بقى بصحى 6 الصبح الاول وافتح الشبابيك بقى عند العيال. عندك ولدي؟ عندك ولد وبنت. ولد وبنت. بنت بنت وولد. جميله. كم وادم سنة؟ جميله 10 وادم 7. حلو قوي، الله معاك. جميل. يعني ربنا يحفظه. تفتح الشبابيك؟ افتح بقى الشبابيك، وايه بقى ابني بيحب مزيكا، فراح مشغله له مزيكا كلاسيك بقى، يا اما اندريا بوتشيلي حاجه كده عشان يصحى. بوتشيلي الصبح؟ ما انا عودته فهو بيحبها. زي احنا زمان كنا بقى على الراديو يا صباح الخير يا اللي معانا، كنا دايما كده. صح. وبنتي بتصحى الحمد لله بقت يعني ملتزمه، بتصحى لوحدها، فافتح لها الشبابيك برضو واقول لهم يلا 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 يلا، بعدين انزل بقى اظبط اللانش بوكس وارجع عشان يكون لسه نايمين طبعا. بتحطي ايه في اللانش بوكس؟ يا نهار ابيض، عشان ده موضوع مهم يعني. جدا انا نسيته، دي ازمه كل الامهات عشان التجديد. ما بياكلوش حاجه. ايه بقى؟ مهما حطيت اللانش بوكس بترجع زي ما هي. زي ما هي، زي ما هي. يعني هم يقولوا لي عاوزين، اقول لهم انتوا عاوزين ايه عشان ما احط لكمش حاجه ما تاكلهاش. فبحط لهم، بيقولوا مش عاوزين حاجات اكل، يعني مش عاوزين طبيخ. ما انت اكيد مش هتحطي رز وبسله. ماشي يعني. لا يعني ممكن مكرونه، زهق احط لهم ايه؟ بحط لهم ساندوتش مثلا قد كده. لا مش عاوزين ساندوتشز. طب عايزين ايه؟ عاوزين ناجتس؟ ايه ولا عاوزين بقى احطهم مثلا ذره، حته نص ذره كده مسلوقه، حبه كاشو مثلا ناتس. ايه ده؟ احط لهم بقسماط، بنتي بقسماط وجبنه. ايه ده؟ بصي حاجه ويرجعوا بيها برضو. زمان كان في بقى زمان لانشون. سندوتشات اللانشون. ايوه سندوتشات اللانشون والجبنه الرومي والحلاوه. والحلاوه سندوتش الحلاوه. انت جوعتيني. ايوه المربى. فاكره المربى؟ ما بياكلوش بقى دلوقتي قوي يعني. كنت قلت كيكه كمان، وبقعد احاول بقى احط لهم مافن مره، كيكه مره، مش بعمل مجهود جامد. بقى انت تيجي تقولي بنتي توريني بقى فيديو، تقولي بصي الامهات بيعملوا ايه؟ بيعملوا ايه؟ اللي بيعملوا بقى اللي على وش على شكل ارنب يقطعوا الجبنه الساعه 6 الصبح، وعلى شكل فيل يحطوا الزيتونه وال ايه المحن ده؟ تقولي انت عاوزاكي، تقولي انا عاوزاكي يعني تعملي مجهود اكتر. قلت لها هو ده اخري يعني، ده هو ده المجهود اللي عندي. مين الام؟ مين الام اللي تعمل الصبح على وش ارنب الصبح لعيالها؟ باشكال والوان. دي غريبه جدا يعني. ما عنديش انا بقى الطاقه دي بصراحه. ده كده حلو قوي. ده كده كويس جدا. عصير بقى وكده ولا؟ عصير بقى بالصبح بقى سموذي. ابني بيشرب موز بالبتاع. بيفطروا ايه؟ هو ده
ما بيفطروش برضه. ما انا بقول لك هو الاكل عندهم مش كويس، لازم العيال تفطر. بياكلوا بياكل موز باللبن وبنتي بتاكل كورن فليكس. طيب ماشي، كورن فليكس كويس برضه بلبن وكده. اه يعني نصحى نروح نرجع يلبسوا بقى ويروحوا الاتوبيس او اوصلهم حسب بس وارتاح شويه. احاول اشتغل شويه. احكي لي اول يوم مدرسه، المشاعر وانت بتسلميهم للاتوبيس. لا انا كنت مهنجه تقريبا، يعني اول يوم اللي هو يعني مش مصدقه ان هو فعلا، لا وخايفه يعني. هو اول يوم قلت هل اليوم ده هيجي بكره ولا هيقعدوا في البيت بكره؟ كده بقى. وبعدين اول اسبوع مثلا كان فيه بقى ان هو اللي بيجي له كورونا فبيقعدوا فصل. يقعدوا كلاس. قعدنا بقى كده شويه لحد ما الحمد لله الدنيا استقرت يعني. استقرت. بس حسيتي ان هو وانت بتوديهم باي باي بالسلامة يا حبيبي يا ولادي بحبكم بس باي باي. بالظبط. لا احساس هايل. حرية بس رعب عشان من بعد السنه اللي فاتت دي. فانت اللي هو مشاعر ميكست فيلينجز، مش عارفه اللي هو هتكمل مش هتكمل، هترتاحي ولا لا ما ترتاحيش قوي كده يعني. السنه اللي فاتت عملتي ايه في الاونلاين؟ مأساة والله العظيم. حرام يعني. حرام العيال طبعا كانت قاعده اتعودوا، بس على اخر السنه بقى تمام. السنه خلصت كانوا بداوا يتعودوا. يعني كنت بتفتحي الاونلاين لازم بنتي بتفتح لوحدها. هي بتفتح لوحدها. ابني بقى لازم اقعد معاه متذنبه كده جنبه بقى يقول لي اقعدي هنا. الاونلاين هو بس مدرسه هنا وانا هنا. ما تحركيش لحد ما خلص. وبعدين لو عديتي مثلا من وراه بالبيجامه ولا حاجه. لا عادي، ما هو لابس من تحت اصلا بيجامه وانا لابسه كله لابس بيجامات عادي. المدرسه عايشه عادي بقى، واللي لافف دماغه واللي انا بقيت عادي اللي هو بقى بلف واخش خلاص كله تعود بقى ان كل واحد قاعد بقى باي حاجه يعني. بس اظن الاولاد انبسطوا ان هم راحوا المدرسه جدا. حاسين بقى ان شافوا اصحابهم بقى ورجعوا بقى يلعبوا ونروحوا البلاي جراوند. لا يعني طبعا اكيد ماسكات بقى والحاجات دي انظمها يعني في الحياه تعودوا عليها. يعني للاسف تعودوا ان هو لازم يروحوا بيها طبعا احساس وحش وشكل غريب ان تلاقي العيال قاعده كده كلهم لابسين. سخيف جدا حتى في البلاي جراوند يعني في الفسحه. في لا بيلعبوها في الفسحه. بيلعبوها في الفسحه شويه يتنفسوا ويرجعوا تاني بس. لما يرجعوا الاولاد بيرجعوا الساعه كام؟ 3 مثلا ولا ايه بقى سيستم الحياه؟ بيبقى فيه تمارين بعديها بساعه. على طول وبيرجعوا يلا يلا كل غير اغسل وشك اعمل يلا على العربيه يلا في التمارين. دي مأساة على فكرة. مأساة بصي كل الأمهات. ما هنعمل إيه؟ أصل لو قعدوا الوقت الفاضي ده مش كويس. أنا بالنسبة لي إن هم يلعبوا رياضة أو يعملوا مزيكا أو آرت أي حاجة غير إن هم يقعدوا لي في البيت. القعدة دي بتولد مشاكل. فاهم اللي بيقعد يفتح التلفزيون هيقعد قدامه بقى إيه 3-4 ساعات، يا إما هيفتح الأيباد هيقعد قدامه، هتفتح التيك توك هتقعد قدام. مفيش مفر. هيخش اي حته بتدوري فيها تلاقي فيها الكترونكس. ده حقيقي للاسف. بتمرنيهم ايه؟ بنتي في ووتر باليه في التيم بقى داخله بطولات وكده، وابني بيلعب تنس وسويمنج وارت، هما بياخدوا جيتار وبيانو كده يعني. كله حاجات فنيه. قصه الالكترونكس اللي حوالينا دي كارثه. ما كانتش في اجيالنا يعني، انت صغيره طبعا بس ما كانتش في اجيالنا احنا. لا كنا لا ما كانتش في جيلي برضه. انا لسه يعني كنت بسال رحاب زميلتي بقول لها هو فين حصل ايه للباربي؟ حصل ايه للعروسه؟ يعني احنا في جيلنا كنا بنلعب بالباربي ونجيب لها البيت ونعمل لها مش عارفه بيعملوا كده برضه او المطبخ او كذا او كذا. دلوقتي كله بيلعبوا بالعرايس ولا بيعملوا ايه؟ هو العرايس دي على وقتنا، او يعني زمان كنا بنلعب بيها واحنا عندنا مثلا 12-13 سنه. دلوقتي العرايس دي بداوا بيها وعندهم 3 سنين. يعني بنتي بدات باربي وكان دول وهي عندها 3-4 خلصتهم خلاص يعني زادت 6 سنين. كانت خلصت العرايس والبيوت وهعمل لكم وهلبسكم وهقلعكم والقصص دي كلها. كل ده خلصت من 7 سنين تيك توك. يعني من 7 سنين بداوا فين الالكترونكس؟ فين الرقص؟ فين اللي هو يا بنتي فين العرايس؟ فين ماي ليتل بوني وبتاع والحاجات دي؟ فين ده؟ فين؟ وبعدين احنا على 12 سنه كنا بنلعب بنك السعاده. ممل الحظ. جيل ممل جدا. والحاجات بنك دي السعاده وكنا نتعلم شطرنج وحاجات كده. كوتشينا. بالظبط. بيلعبوا ساعات يعني طاوله، ابني بيحب يلعب طاوله كده. بس الالكترونكس منقضه على حياتنا. ولادك عندهم اكونتس على السوشيال ميديا؟ بنتي عندها، ابني ملوش فيه. الولاد عامة مش زي البنات يعني. الولاد في الحاجات دي ما لهمش فيه. بنتي عندها اكونتس بس برايفت
وانستجرام مش قوي يعني مش بس مركزه بس بتحب التيك توك مثلا جدا هي بتحب الرقص بس. جدا بس وبتعمل رقصات بتعمل رقصات على التيك توك بس وانا معاها بقى تاخدني معايا اقول لها يا بنتي انا ما سيبيني بس انا هعمل حاجتي انا عندي السوشيال ميديا بتاعي وشغلي تقول لي لا لا تعالي بقى بصي دي بصي دي اخر حاجه بصي نعمل ايه بصي المشكله انه بقى ياخد وقت كتير قوي من من من, من هي دي مشكله فهي لا بتقرا طبعا المذاكرة نسبتها طبعا رجع دلوقتي مع مدرسة في الصيف كان مأساة بكتير مأساة يعني الحاجة المهمة في قصة الإلكترونيك دي ازاي نقدر نلمتم ان احنا نعمل باوندريز يعني اهم حاجة ازاي بقى يعني ما بتخافيش بقى انه مثلا التيك توك ده عليه كل حاجة عليه ناس كده وعليه ناس كده عليه حاجات لطيفة وعليه حاجات مش لطيفة ما بتخافيش تكبر بسرعة تشوف حاجات كبيرة طبعا بخاف انا عامله لها ريستريكشنز على الحاجات دي بس طبعا يو كان نيفر يعني عمرك ما تقدري تريستريكت قوي يعني انت اللي انا بعمله وقت معين يعني بتقعد مثلا ساعه في اليوم عليه هما حاجتين انا شايفه حل في القصص دي كلها ايه بقى اول حاجه انك تصاحبي ولادك ماشي لازم تبقي عارفه هما بيعملوا ايه لازم هما يثقوا فيكي لدرجه ان هما يورولك هما بيعملوا ايه فلازم لما تصاحبيهم لازم ما يخافوش منك بالظبط فيجوا يقولوا لك يعني بنتي بتيجي تقول لي كل تعالي اتفرجي بتفرج معاها اتفرجني على كل حاجه بصي الفيديو ده بصي ده بيضحك فاقول لها مثلا ايه ده لا ده ما تفرجيش على الحاجات دي ده عيب عيب مثلا. ده مش سنك ليه ومش عارفه ده مش سنك لو شفتك بتتفرجي على حاجه زي دي تاني هاخد منك كده فتبقى عارفه انه ده لا فانا بتفرجني على كل حاجه فبقى عارفه هي بتعمل ايه ابني يعني الولاد غلبانه عن بنات يعني فلسه ما ملوش في الحاجات دي خالص يعني دي اول حاجه تاني حاجه الباوندريز ايه الباوندريز دي بقى حاجه الحدود يعني دي حاجه انا بتعلمها لسه لحد دلوقتي وبقرا كتب عنها وبحاول افهم يعني ايه اصلا قصه الباوندريز دي اللي احنا ما عندناش من احنا صغيرين اصلا ولا حد علمنا يعني ايه حدود ايه الحدود دي ازاي بقى اشرحي لي عشان انا نفسي مش فاهمه الحدود دي يعني انت تعرفي ايه حدودك انت اصلا كبني ادم انت ليكي حدود يعني انت مثلا كل بني ادم له حدود يعني ما ينفعش حد يتعداها سواء شخص في الشارع سواء قرايبك سواء اهلك سواء عيالك مثلا باب اوضتك ده حدود دي عمرنا ما كنا عارفين ان في حاجه اسمها حدود افتح يا ابني وخش خبط ما تخبطش فانت عايزه الحدود لا بس ازاي كان مثلا لو انت داخله باب اوضه باباكي او مامتك بتخبطي بالظبط العيال دلوقتي بتخش العيال كده بتخش فانت لازم لا مثلا باب الاوضه حدود حاجتك اللي في اوضتك حدود حاجتك اللي في الثلاجه حدود مثلا يعني دي حاجات كلها واحد بيتعلمها العيال بقى حدود يعني ايه يعني هيتفرجوا على التلفزيون ساعه في حدود مش نسيب لهم الاجهزه وطول ما هم ما عندهمش مذاكره او مش في مدرسه يلا بقى بعد المدرسه نديهم تليفوناتهم نديهم الايباد وعيشوا بقى الحياه طالما انتم مش بتلعبوا رياضه او طالما انتم مش فتلاقيهم بقى مفيش باوندريز العيال بيحبوا الباوندريز بيحبوا الحدود ولو ما عملتيش الحدود يعني خلاص الدنيا مفيش حدود ضاعت منك سايحه بقى ساحت منك ده احمد ده بقى يعني يلا بقى نتفرج على اي حاجه نفتح اي حاجه نفتح درج مش بتاعنا ومش هتعرفي تسيطري بعد كده تقول بي فاليد هيبقى صعب جدا ان انت تسيطري لو انت ما عملتيش الحدود بتعملي الحدود دي من امتى يا علا الحدود وكونسيستنسي يعني ايه استمراريه الاستمراريه في هذه الحدود ما تغيرياش ما تغير دي انا بعملها وبفشل كتير انا مش سوبر وومن يعني انا مش سوبر لانه العيال على طول عايزه تكسر الحدود طبعا على طول بتتحداكي وبتشوف اخرك ايه دايما وبتشوف انت عايزه تكسب ايه عرض قدامك ايه وتحاول تعلى منه زي ايه اديني مثال زي مثلا انها تاخد تليفونها مثلا فانا اقول لها هي ساعه تقول لي ماشي اوكي ساعه تيجي بعد الساعه تقعد بربع ساعه كمان تقول لي نص ساعه بس كمان طب نص ساعه كمان فانا لو رخيت او لو انا يعني سبتها هتعود ان عادي ماما كده كده بتسيبني ويعني ساعه كمان وانت بقى مشغوله انا ورايا مليون الف حاجه مش فاضيه لا اقعد بقى وبعدين احتمال تبقي عايزاه تتلخم وتتلخم عنك تتلخم بالتليفون هتسيبيها هتبقى عارفه ان ماما كده كده كلمتها مش ماشيه فمره جايه تبقى 3 ساعات المره الجايه بقول لك اخرج طب ساعه تروح خارجه 3 ساعات هم العيال بيتيحوا بقى صعب جدا فموضوع الحدود ده انا بتعلمه هي مش حاجه انا ما حدش مولود بيه
ولا ام ولا فكرة اب. محدش علمه لنا. محدش علمه لنا. انت بتتعلمي بالتجربه. بالتجربه وبالقرايه وبالناحيه. دلوقتي الدنيا متفتحه وعندنا طرق نتعلم بيها كتيره، فبنحاول نطور عشان هما العيال بيتطوروا غصب عننا. وعشان التربيه يعني. دلوقتي اخطر كتير من قبل كده. يعني قبل كده كان، طب كلميني عن طرق العقاب، لانه طرق العقاب زمان كانت معروفه طبعا. بالظبط، شب شب معلقه. انا كان بتقلك كان انا كان وقتي بمد ايدك يعني، كان بالمسطره في المدرسه كانوا بيضربونا هنا اصلا كده يعني. لا انا حتى في البيت بابايا مد ايدك، فكنا اخد يعني اتضرب على ايدي عادي جدا. فيعني دلوقتي طرق العقاب ايه؟ هي دلوقتي كونسيكوينس، يعني انت تعملي حاجه لو عملتي الحاجه دي قدامها حاجه، يعني انت لو ما عملتيش الواجب مش هتاخدي مثلا الحاجه الحلوه، او مش هتروحي النادي، تبقى كده يعني حاجه قصاد حاجه. لو اتنرفزتي او مش عارفه ايه تخشي تقعدي في اوضتك. موضوع الدبدبه على الارض والدبدبه بقى، واللي هو انت فاهمه اللي هو قصة اللي حياتي هو يعني الزن والدبدبه اللي هو اللي هي انا هستفزك للاخر. انت بقى من لا تروح اقعد في اوضتك بقى. طبعا دي صعبه، ما هو تروح اقعد في اوضتك شديه بقى ودي قط فرجيني هتودي قط. هي مش بالسهوله، هي تجارب. هي البارنتنج ده، التربيه الاطفال دي بحر من يعني التجارب والتعليم، وتشوفي حد عملها صح وتروحي لسايكولوجيست تساليهم تستشيريهم. رحتي للسايكولوجيست؟ رحت اخدت كورسات قبل كده اونلاين عشان مواضيع معينه، مواضيع مثلا اللي هي العند. العند بتعملي ايه؟ الولاد لهم العند ده لازم انت تفضلي انت اللي فوق، ما ينفعش انت تتكسري يعني. لو انت طبعا حصلت لي مليون مره يعني، ما بقولش ان انا مليون مره بنزل يعني وبعدين على يعني. قولي لي نموذج برضو. نموذج ان مثلا بنتك لو عندت مثلا مش هتعمل الواجب، فاقول خلاص مش هتعملي واجب يبقى مفيش تلفزيون. لازم تمسكي وتصممي على الكلمه دي، مش لو قعدت تزن 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 بعد ساعة ساعتين تديها التلفزيون. لا خلاص اخبطي دماغك في الحيط. شكرا. لو اديتيها التلفزيون خلاص تاني يوم هتعرف ان انت عادي مش هتعمل الواجب وهتديها التلفزيون. كده هو هو العقاب كده، ان انت ما تديهاش حاجة هي عاوزاها قصاد حاجة انت هي لازم تعملها. مسؤوليات. هي مسؤوليات، عندهم مسؤوليات معينة يعملوها، ياخدوا بقى الحاجة الحلوة قدامها اللي هم تلفزيون، يخرجوا يلعبوا، يروحوا عند اصحابهم. ممكن اعصابك تفلت يعني؟ اعصابك تفلت طبعا، تصرخي بقى حرام عليكم. هو مش ممكن، هو ده ترمي اي حاجه في يعني 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 مش عايزه اوصل لمرحله الضرب، ولكن توصلي لمرحله انك انت على الاقل بتهوشي، على الاقل ما انت بني ادم. انا يعني بهوش وبلوش. مش بهوش بس. توصلي فعلا. ايوه طبعا تفلت. انا اعصابي بصي يعني في اوقات كتير ببقى وحش كاسر يعني بجد. العيال هو بتخاف مني بقول لهم بصوا، وانا انا عن نفسي بحس ان البوزيتيف ديسيبلين ده اللي هو الديسيبلين الايجابي كويس في اوقات، بس ساعات انا بلجا للاسلوب اللي احنا اتربينا بيه. يعني غصب عني بحس ان انا متربيه بالطريقه دي اللي هو العقاب واللي هو الزعيق مثلا، فغصب عني بشوف ان ده ساعات بينفع. يعني بحس ان التربيه الايجابيه لوحدها ساعات ما بتبقاش كفايه يعني، ساعات بضطر بقى ان انا ازعق وان انا بتفلت طبعا. طب خلينا نشرك معانا دكتوره سحر داوود، استشاري طب نفسي اطفال. دكتوره سحر يعني بنتكلم انا وعلا، او علا وانا الحقيقه، لان هي هنا بتتكلم الكلام الاساسي. انا بستعيد ذكريات الطفوله مره اخرى، او ذكريات يعني التربيه. اولا يعني ايه التربيه الحديثه يا دكتوره؟ ازاي قصه التربيه الحديثه دي اللي انا مش فاهماها شخصيا؟ ما هي التربيه الحديثه؟ ما هي التربيه الحديثه يا دكتوره سحر؟ بصي، هي التربيه تربيه في الاخر يعني، ما فيش، هي الاساليب اللي اختلفت بس في الاخر التربيه هي التربيه. سواء كانت في يعني زمان او دلوقتي الاسلوب اللي اختلف. التربيه الحديثه بقت بتدخل الطفل في المنظومه، يعني ما بقيتيش انت بتحطي القواعد لوحدك، بقى الطفل بيحط قواعد معاكي، بقى في اتفاق ما بينكم علشان الدنيا تمشي صح. بقى في انه بتخلي الطفل مسؤول عن تصرفاته
وهو نفسه اللي بيحل المشكله، ما بقيتيش انت اللي بتعملي كل حاجه ليه. فما فيش حاجه اسمها اصل والله ده قانون واحد للتربيه، هو في مواقف وكل موقف بتتعاملي معاه بطريقه مختلفه. يعني انا مش مع فكره انه في قانون واحد استعمله مع كل الاطفال ولا هي طريقه موحده، لكن دايما افكر يا ترى الاسلوب اللي انا استعملته ده علم ابني حاجه؟ يعني خلاه مثلا جاب نتيجه ولا ما جابش نتيجه؟ طيب كنا بنتكلم على يعني الالكترونيات المحيطه بينا، الموبايل، التيك توك، السوشيال ميديا، كل ده والكلام اللي هنتكلم عليه عن السكويد جيم اللي هي المسلسل الكوري اللي هو بيتكلم على قتله وانه كنت في قتل وعنف وفجاه الكاركترز بتاعت المسلسل دي بقت هتبقى موجوده في لعبه اطفال. هنا هنعمل ايه في القصه دي؟ هنا ازاي نقدر نمنع الاطفال على ان هم ده؟ على فكره في البلاي ستيشن كله عنف، في البلاي ستيشن كله قتل وعنف ومش بس عربيات بتسابق بعض او كوره. بصي انا ضد المنع مبدئيا، يعني انا ضد تماما ان انت تمنعي، لكن سهل قوي تقنني الحاجه. بالظبط. يعني انت دلوقتي لو قلتي زي سكويد جيم اللي هي موجوده دلوقتي، دي سن كام؟ 18 سنه. وبالتالي انت لو معلمه ابنك من بدري جدا من سن سنتين، شوفي من قد كده وانت بتشتري له اللعبه ان دي سن كذا ودي سن كذا، حبيبي لا دي العربيه دي ما تنفعلكش رغم انها بريموت كنترول اهي ولا فيها عنف ولا فيها اي حاجه، بس دي ما تنفعش لسنك دلوقتي. فانت من الاول خالص حاطه قواعد موضوع السن. طيب نفترض ان انا واحد عنده 18 سنه وانا قلقانه عليه حتى من اللعبه دي او من الـ من الـ المسلسل. هي المسلسل ده حد فيكم مفكر يتفرج عليه؟ يعني لازم الام تتفرج عليه. انا شفت المسلسل شخصيا وشايفه انه في جوانب ايجابيه في المسلسل، شايفه انه افهم ابني والله انت دلوقتي المسلسل ده في حاجه كويسه قوي، انه فكره ان قد ايه الفلوس ممكن تتحكم بالبني ادمين، قد ايه الواحد ممكن يغلط غلطات كبيره قوي علشان بيحط مثلا بيقامر كل فلوسه بحاجه معينه، يعني اطلع بيها بحاجات كويسه قوي. في نفس الوقت مشاهد العنف دي هبقى قاعده معاه فيها، هشرح له ايه اللي بيحصل، هفهمه انه ده مش احسن حاجه ممكن تتفرج عليها، لكن انا امنع الحاجه بس مستحيل. بس ده لو عنده 18 سنه، ده لو عنده 18 سنه العيال من 10 سنين بيتفرجوا عليه. بالظبط. يعني مهما ده غلط، عشان كده بتقول لازم يبقى فيه زي ما بتقول دكتوره، لازم في حدود. يعني هي تقول بدل ده سنه 18، يبقى انت اقل من 18 ما ينفعش تتفرج عليه. ومين قال لك ان العيال الاولاد ممكن ما يتفرجوش من ورا ظهرك؟ ما دي قصه ثانيه. ممكن طبعا. يعني جم من المدرسه قبل ما انت تيجي لاي سبب من الاسباب، كنت مشغوله، كنت في حته، ففتح التلفزيون، ما هو مش هيلتزم يعني بكل الكلام اللي انت بتقوليه وينفذه معاكي ووراكي، والطفل الانجل ده مش موجود مزيد. يعني اللي هو هيتذكر مامي قالت ما تفتحوش التلفزيون فانا هسمع الكلام ده، مش موجود الطفل ده يا دكتوره. يعني طب انا هقول لك على حاجه، اولا انت حسب ما بتربي طفل بيبقى عنده واعز كده جواه، يعني انت من الاول خالص هو عارف ان ده مش مناسب لسنه، فحتى لو اتفرج عليه بيتفرج عليه على استحياء وبيبقى عارف ان في حاجه غلط من الاول، فانت حطيتي في دماغه فكره ان انت بتتفرج على حاجه مش مناسبه. لو انا عارفه ان ابني هيتفرج على ده اناقشه، يعني اقول له والله كان في عنف زايد قوي، انا قلقانه عليك انك انت دلوقتي ما بتنامش كويس بالليل، انت دلوقتي الحاجات اللي انت بتشوفها دي ما بتحصلش في الحقيقه، انت عارفه هي فكره المسلسل ايه؟ مبنيه على انك انت بتحطي نفسك مكان الشخصيات وبداتي تراهني على الشخصيه، يعني بدا يبقى في احساس كده ان انا نفسي ده يعيش او لا انا عايز ده يموت عشان ده يعيش، فدخلتك جوه القصه. فالاهل لازم قبل ما يمنعوا حاجه يشرحوا بالتفاصيل ليه، يعني انا الام تتفرج كده على المسلسل لوحدها وتفهمه كويس قوي وبعدين تروح تشرح للابن، فحتى لو هيتفرج عليه يبقى عارف والله المخاطر ده مامتي قالت لي مثلا هيحصل كذا. يعني دلوقتي علا مثلا في بعض المدارس بيحذروا من المسلسل. ايوه ايوه المسلسل ده ايتن كانت كاتبه الكلام. ايوه ايوه. هل انت بقى هتقولي للولاد مثلا خلي بالك ده بيقولوا ان هي جت قالت لي بنتي هي جت قالت لي سمعتي عن سكويد جي؟ هي اللي جت. انا ما هي اللي جت قالت لي عندها 10 سنين. انا قلت مش هجيب سيره وهم صغيرين ماشي، فاكيد ما يعني بدل هم ما يعرفوش حاجه مش هجيب. جت قالت لي تعرفي؟ قلت لها اعرف سمعت عنه وده بلس 18،
فمش عايزه اسمع الكلام ده تاني، وده حاجه لا يمكن تتفرجي عليها لحد ما تبقي عندك بقى 18 سنه ان شاء الله. ايوه طب وايه لو هي حد من اصحابها وراها هتعملي ايه؟ مش هتعمل يعني، هي هتيجي تقول مش لازم بنتك يعني بالذات، بس انا بتكلم يعني هي بنتي، لو بنتي هتيجي تقول لي ومش هتفرج على حاجه اباف يعني، احنا متفقين على حاجه معينه، فهي مش هتتفرج على يعني، هتخاف وهتيجي تقول لي، تقول لي انا شفته ومش عارفه بس إيه. لو يعني في طفل بيتعاقب مثلا او او بيخاف او مفيش حوار بينه وبين اهله، هتبقى مشكله. مش بتكلم على بنتك بالذات، بتكلم على لو في طفل مفيش حوار بينه وبين اهله ممكن يتفرج عليه عند حد من اصحابه، ممكن يتاثر طبعا، ويتاثر طبعًا. ويحس بالعنف ده. خلونا نشوف يعني، نزلنا نسال الولاد على فكره الالكترونكس وبيقعدوا كام ساعه بيستخدموا الالكترونكس، ننزل نشوف الناس الولاد بيقولوا ايه ونرجع تاني نتكلم في قصه. بتقعد كم ساعة تلعب على الموبايل أو التابلت؟ كتير، بخمس ست ساعات مثلا. 24 ساعة ألعاب طول النهار، بقعد 4 ساعات في اليوم طول اليوم، ما بيبطلوش لعب على طول، بقعد من واحدة مثلا لخمسة ستة، بيقعد كتير ما فيش تحكم خالص، خاصة لعبة ببجي دي واخدة كل الوقت. بقعد ساعتين مؤقتا يعني، ساعتين ويمكن نخش في التلات ساعات. بقعد ساعتين ثلاثة، بابا جايب لنا كمبيوتر فبقعد ألعب عليه، بقعد ألعب عليه 24 ساعة. بتحايل عليهم عشان يجي ياكلوا يسيب التليفون. يعني عشان أبقى صادقة أنا بلعب بأخويا ساعات مننا لغاية ما التليفون يفصل. إيه أكتر ألعاب بتحب تلعبها؟ بابجي، وهي بابجي. بابجي وكول أوف ديوتي والعربيات. اكتر لعبه بيحب يلعبها هي ببجي. ببجي بس هي اللي واكله دماغهم، هي كبرها ببجي وانا مسحتها. بحب العب عربيات باليافدو، ببجي وفري فاير. بابا بيجي من الشغل باخد تليفونه بلعب، بحب العب ساندي كراش او ليدو. ما بحبش العب، بحب اقعد على التيك توك. سمعت عن لعبة اسمها سكويد جيم؟ سمعت عنها بس طبعا منع وجودها على موبايلات البيت كله، لان مش عايز ابني يلعبها طبعا. في العاب بيلعب عليها بيبقى طول الوقت التليفون قدامي وهو بيلعب، ببقى شايفاه بيلعب، ما فيش العاب رافضها لاني الالعاب كلها قدامي. انا بصراحه مش مسيطر عليهم يعني، عشان ما اكدبش اقول لك انا مسيطر عليهم، لا مش مسيطر عليهم، يعني مش عارف هما بيلعبوا ايه ولا بيعملوش ايه، بس هي الالعاب اللي كله بيلعبها يعني. لك والله انا بالنبي شكرا، قال انا والله مش مسيطر عليهم. قال لك يعني ايه صادق حقاني؟ صادق. ايوه قال لك انا ما اعرفش. قولي لي رايك ايه في الولاد اللي حاجه تزعل بصراحه. طبعا مش مسيطر عليهم. دكتوره سحر، انا كان نفسي بقى تسالي الاطفال اهاليهم بتقعد قد ايه على الموبايل؟ طبعا يعني احنا بنقعد معاكي حق نقول لاولادنا ما تقعدوش واحنا قاعدين، احنا قاعدين احنا بنقعد على ترابيزه السفره، لو في كلنا على ترابيزه السفره كل واحد ماسك التليفون، كل واحد ماسك الموبايل، لو قاعدين على كذا كل واحد ماسك الموبايل، يعني حاجه مش معنى هو صح بقى. صح معنى هو اللي اديله واقول له لا ما ينفعش انت تتفرج. طب ما انا من باب اولى انا كمان اسيب الموبايل بتاعي واقضي وقت معاه. على فكره احنا اكبر مكافاه للاطفال، ده يعني احنا تقضيه الوقت معاهم دي اكبر مكافاه، وهم بيشوفونا وبيعملوا زينا. صح، هي دي. انا بيقول طب ما انت قاعد فانا هقعد، انت بتعمل انا هعمل يعني. طب دكتوره سحر، يعني علا بتخلي ولادها ساعه مش كده؟ ساعه على حسب بقى يعني، ساعه ساعه حسب اليوم، حسب في مذاكره، حسب الويك اند، حسب. شايفه دكتوره سحر التوقيت الوقت المناسب لاستخدام الالكترونيكس سواء الموبايل او سواء بلاي ستيشن او ايه؟ هي ايه الببجي دي؟ لعبه كده على المعرفاش. طيب دكتوره رايك ايه في يعني الوقت الصح يقعدوا قد ايه؟ بصي هي ساعة حلوة قوي وكفاية، بس في كم في سن قد ايه يعني؟ من اعمار ايه؟ لا ما بنديش الموبايلات من قبل سن سنتين ده اكيد. هو في اقل من سنتين؟ ايه؟ سنتين ايه يا دكتورة؟ بتقولي مثلا 7 سنين عادي. لا والله الاطفال دلوقتي الامهات بتخلي الموبايل بيبي سيتر.
أيوة. عشان بتبقوا خايفين. ايوه عشان لا عشان ما يعيطوش يمسك التليفون بقى عشان ما يعيطوش وما يعملوش حاجه. فاحنا ما بنعملش دوشه, خد التليفون يقعد يتفرج على كرتون وحاجات ما بنديهوش قبل سن سنتين. بعد سنتين بندي نص ساعه. وبعدين وبعد كده على سن مثلا 7-8 سنين بنسيبه ساعه في اليوم. بس كمان انا ما اقدرش يعني اذا امرت ان تطاع فامر بما يستطاع. انا اديله بدائل يعني هقول له ما تتفرجش على الموبايل. وبعدين ورقه وقلم ارسم ارسم. يعني بعمل كده لما الاقي ابني بيتفرج على التلفزيون كتير راح اطلع له ورقه اقول له يلا ارسم لي مثلا انت حاسس ايه دلوقتي, ارسم لي مونستر شكله مش عارف ايه ارسمني. فاروح يعني خليه يعمل اي حاجه تانية, اقول له العب بيانو, اقول له ما تيجي تطلع بره تعمل انفنشن, هو بيحب يخترع اخترع حاجه, اروح رميه له حبه حاجات فل ومش عارف ايه. اه بالظبط خليه معاكي في البيت. يعني ايه المانع ان تعالوا تعالى نعمل كيكه تحت البيت. بالظبط تعالى نعمل كيكه تعالى نعمل كذا. لكن تقولي له شيل الموبايل وما تديلوش البديل يبقى انا بالعكس بعمل عنده سلوك سلبي. صح. وهيروح يضرب اخته يعمل مش عارفه ايه. فانا في الاخر هزهق واقول له طب خده وقت. صح صح. بشكرك دكتوره سحر داوود استشاري طب نفس الاطفال. هنخرج بتعملي كيكه؟ عملت والله كذا كيكه بس فشل يعني فشلوا. عملت خدت العيال وعملت معاهم كيكه ما رضوش شكلوها فخلاص خلاص ما عملتش كيك تاني خلاص هاتيه من بره. بطلت الكيك بطلت الكيكه. وبتاكليهم ايه برضو مكرونه وبتاع بانيه هو ما اتغيرش من ايامي على فكره. مكرونه وبانيه رز وملوخيه لسان عصفور. رز وملوخيه العيال بتحب رز وملوخيه. واحد بيحبها واحد لا. رز وبسله هي نفس الاكل الممل ده. هو نفسه ممل ما رضوش شكله اي حاجه تانيه. لما بيكبروا بياكلوا حاجات تانيه. يعني بياكلوا حاجات زينا بقى. بياكلوا حاجات كده برضو. ممكن ياكلوا سلطه. بيكبروا بقى بيحسوا بياخدوا بالهم من نفسهم. الولاد ياخدوا بالهم من نفسهم والبنات كمان طبعا بياخدوا بالهم من نفسهم. بياكلوا سلطه فاكهه بقى. ما بياكلوش فاست فود خالص. طب هايل مستنيه الحلقه. البرجر بقى والحاجات دي ما بيكبروا الولاد ما فيش خلاص. لا 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 بيبقى عندهم هيلث كونشس بقى. ومش كذا وفي جيم ومش عارفه ايه فبينسوا موضوع الفاست فود ده. انسي اطمني الحمد لله اطمنت. ابني كبير اطمنت. نخرج فاصل ونرجع. الشهر ده شهر مارس عيد ميلاد ولادي الاثنين. انزلي يا جميل على الساحة. اختيار المدارس لاولادكم هيكون من احد القرارات المهمه جدا في حياتكم. بدور على حاجه تبقى جنب البيت. يفضل المدرسه تكون قريبه من البيت يعني مفيش داعي نشحطط العيل ساعتين اتوبيس رايح وساعتين اتوبيس راجع. باك تو سكول اخيرا قربنا نخش المدارس. هنضطر نسيب المصيف عشان نرجع نشتري حاجه نفسنا. قولك الكروكودايل باد مثلا هنعملها اونلاين بقى. قولك دول مثلا فما ننزلش من البيت بقى نقعد اونلاين كذا الحلوين. ماما 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 زن 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 على كل حاجه. حتى لو انا قلت هو لازم الزن ده يبقى شغال جنب الودن كده. اكتئاب ما بعد الحمل شيء بصراحه خطير وجد جدا واحنا في مصر مش مؤمنين بيه ومش مصدقين ان دي حاجه فعلا بتحصل للستات بعد ما بيخلفوا. انت بتاكلي وبتشربي وبتذاكري وبتراعي وبتركزي معاه وبتوديه للتمارين سبورتس وتلعب تمارين وما اعرفش تعملي فاهمه. فانت بتعملي كل حاجه. انا محتاجه ادي لنفسي حب مش باين عليا. انا محتاجه ادي لنفسي طاقه ريتشارج زي البطاريه كده عشان اقدر انقلها لاولادي. الواد جاي مثلا عاوز مامي 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 عاوز حضن مامي عاوز اكل هديك منين يا ابني ما انا ما عنديش. سلام. ما عنديش. علا بتشحني البطاريه ازاي؟ يا لهوي البطارية بتفضى بسرعة قوي قوي. بصي خلاص بجد بقى في يعني الطاقة بتبقى بشحنة بتنفس بقى بعمل يوجا والصبح بقى بصحى بلعب رياضة وبقى ميديتيت يعني بقعد كده مع نفسي كده. ميديتيت انا يا جماعة ما بصدقش في موضوع ميديتيت ده. بصي موضوع ميديتيت ده يا جماعة مش ممكن. سيبك من الكلمة. لو مش عاجباكي سيبك من الكلمة. مش عاجباني. مش لازم ميديتيت. انا اقولها لك بطريقة تانية. اتأمل. معلش يا اولاد تتأملي. انا بقول لك بقعد اعمل ايه. انت البيت كله بيزن في دماغك تتأملي. انا بطلع اقعد في حته لوحدي على كرسي واشغل مزيكا في ودني وساعات بشغل ابلكيشن كده ست بتقعد ايه تقول لي كلام كده ايه يعني نفسيا وبقعد امديتيت يعني ايه بقعد افكر في نفسي بس عشان ايه
عشان اهدي دماغي، كوايت ماي مايند. يعني الناس اللي قاعده جوه دي في ناس كتير قاعده هنا، في ناس كتير كتير بقى قوي قوي طالعين ونازلين وقاعدين ونايمين وشاربين وخارجين كل الناس دي انا محتاجه اهديهم نص ساعه في اليوم عشان اعرف اكمل اليوم مع الناس بقى اللي قاعده حواليا اللي بتجنني. بابا بابا فين؟ بابا فين؟ بابا اهو. اقول له مين؟ بابا موجود بس بابا برضو عنده يعني بابا معانا ولا بابا يعني كل واحد عنده بابا مختلف. احنا بابا مثلا مساء الخير يا حبيبي باي باي مثلا. بابا معانا نص يعني، بابا معانا ما كانش معانا وبقى معانا يعني، يعني بقى معانا اكتر. لما العيال بتكبر وهو بابا معانا اكتر، بقى معانا اكتر وبقى ايه ده ايه ده 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 في عيال ده ايه ده ده في مشاكل كائنات وكده ده انا لازم احل مشاكل. لازم نحل مع بعض مشاكل. وانا كمان بقيت اديله مهام يعني، قبل كده ما كنتش بديله مهام بصراحه. فانا برضو العيب مش هقدر. هي دي عارفه العيب لما انت بتاخدي قرار ان انت انا كل حاجه متحمله المسؤوليه عشان انا بيرفكشنست وانا عايزه كل حاجه يبقى عندي مزبوط. طاقه وانا هعمل كل حاجه بنفسي مش عايز حد يعمل حاجه، ودي بتبقى النهايه. بتعملي كل حاجه بابا خلاص. طب ما انت اعملي كل حاجه، ما انت شاطره اهو متعود، ما انت بالظبط وانت كمان سوبر وومن اعملي كل حاجه. فبابا بقى الابتسامه وكده وخلاص بالظبط. بس انا بقيت اللي هو لا يعني تمارين بيودي معايا. برافو بيصحى الصبح برافو. ساعات معايا هو بدلي يصحيهم الصبح، بالليل بينيم يعني هو النهارده بينيم يعني لو عندي حاجه، ولو ما عنديش حاجه هو في الاول اللي هو وانت عندك ايه؟ لا هو انا مش لازم يبقى عندي حاجه على فكره. هو انت عندك ايه وانا لازم ابقى عندي حاجه علشان انت تنيم؟ لا انا محتاجه وقتي. بقيت اعرف اقول لا. دي جامده جامده يا علا، دي خدت مني مجهود جامد جدا. دي اول نصيحه من علا رشدي للستات والله للامهات وهي نقولوا لا، اعرفوا ازاي تدوا مهام للناس اللي حواليكم. دخلوا الجوز، دخلوا مامتكم، يعني خلوا ناس تساعدكم، وخلوا الاب يساعد. ده اب وام، انتوا اتنين مع بعض، ما خلفتيش لوحدك. ايوه مع بعض. فزي ما انت بتعملي ماشي، هتتعملي اكتر شويه عشان انت برضو الام ماشي. انا عارفه ان احنا يعني، لكن الاب لازم يتواجد يذاكر. يعني احمد دلوقتي هو اللي بيعمل عربي، اديت له بقى مهام قلت له عربي عنده خمس كلمات يحفظهم من اخر الاسبوع. هم الخمس كلمات، شوفوا بقى امتى وقت حفظوا الخمس كلمات. لو انا مش قادره نايم انت، لو انا مش موجوده صح انت كده بقى. يبقى في ودي تمارين، لو انا مش قادره انا ودي وانت تجيب 50-50. نحاول على قد ما نقدر، هتبقى صعبه ممكن 60-40 بس يعني ماشي. يخشوا معانا في الحياه يحسوا ان هم، وهم على فكره هينبسطوا طبعا، هيحسوا كده هينبسطوا، يحسوا ان هم ايه ده مش عارفه. احنا الابهات هينبسطوا، بينبسطوا هيحسوا ان هم بارت اوف ذا فاميلي، ان هم ليهم لازمه في العيله، مش بس بيجيبوا فلوس او بس بيقعدوا على الكنبه يتفرجوا على ماتش، لا انت جزء. والعيال هيحسوا بالاب اكتر. النصيحه دي اول نصيحه. النصيحه الثانيه لازم كأم يبقى لك وقتك طبعا. مديتيت مش لازم يا علا يا علا يا علا مديتيت يوجا ومديتيت تقعدي كده لنفسك، خشي الحمام واقفلي على نفسك يعني ولا ايه؟ مش فاهمه في اي حته. بس هي مش فكره انك تخشي فكره قصدي المكان الوحيد اللي مش هيخبطوا عليكي فيه. بس ممكن بالنهار لو هما مش موجودين تقعدي نص ساعه كده وتفضي دماغك. هي مش فكره الكوانتيتي، الكواليتي. كواليتي يعني مش هقعد قد ايه فاضي، هقعد اعمل ايه؟ انت هتقعدي تمسكي التليفون، هتقعدي تخشي تطبخي، هتطبقي هدوم، هتشتغلي برضه. ما هي الام وراها مليون حاجه يعني. نص ساعه، نص ساعه لكي فضي البني ادمين اللي جوه، البني ادمين اللي جوه دول طلعيهم بره، اتنفسي وفكري في النفس بتاعك طالع خارج لمده نص ساعه بس. هتلاقي فعلا والله هتلاقي مخك ده هدي، اتفضى، بقى في سبيس انك تكملي اليوم. فدي نصيحه يعني بقيت اعملها بجد، وبقيت احس انه ايه ده محتاجه كل يوم اقعد النص ساعه دي افضي عشان املى، عشان تاني يوم افضي عشان املى. فكره انه الاب والولاد بيتعاملوا مع الام انها هي شيء موجود، والاستحقاق بقى اللي هو ايه زي الكنبه موجوده في ثابت. نفس المكان ثابت, ثابت. هي ما بتعياش، ما بتتعبش، ما بتاكلش، ما بتملش، هي لازم تعمل كل الحاجات ولازم دايما تبقى مبسوطه وتبقى مبتسمه كزوجه وكام. تبقى لا يعني تتعاملي معاها ازاي دي للاسف جزء منها كبير العيب من الام نفسها اللي هي بتعود. ما هو العيال هي اللي بتعودهم. انا بعمل كده، انا كنت بعمل كده برضو، انا ما بقولش ان انا يعني، بس كنت انا بعود العيال ان انا ايه ده انا موجوده عندي شغل تصوير هصور وارجع افضل صاحيه لحد الصبح عشان اوديكم مدرسه
انا هعمل كل حاجه. والفكرة انا ما اقدرش اعمل كل حاجه. انا مش قادره اعمل كل حاجه. انا بني ادمه زي ده، يتعودوا ان هم برضو يكبروا ان هو عندهم شخصيه يقولوا لا. تعلموا ان هم مش هيعرفوا يعملوا كل حاجه، يحبوا نفسهم، يدوا وقت. لما يقولي انا بحب نفسي وبدي وقت لنفسي هيطلعوا بيحبوا نفسهم، يدوا وقت لنفسهم. مش هيطلعوا ان هم اي حد يطلب منهم اي حاجه انا موجود في كل حته وهمسح البلاط بدماغي وهعمل لك المستحيل عشان انت تبقى مبسوط، وانا مش مشكله انا مش ما يبقوش انانيين كمان. تعلموا ان هم تشار ويشاركوا ويتعبوا. البيت ده بتاعنا كلنا. انا مش بس هعمل كل حاجه، انت هتعمل وانت هتعملي وانت الاب حضرتك هتعمل. كلنا هنعمل الشيل. انا ممكن اعمل الشيل الاكبر ماشي عشان انا بعرف اعمل حاجه، لكن انت برضو هتشار وانت هتشيلي طبقك وانت هتغسل هدومك وانت هتلم حاجتك من مش عارف ايه. وانت وصلنا لمرحله ان وضبي سريرك ولا لسه صغيره؟ يا بنتي بتوضب سريرها من هي. برافو. بصراحه اورجنايزد جدا اوضتها، اكتر اوضه اورجنايزد في البيت، منظمه، بتصحى الصبح سريرها. برافو. اسمها ايه؟ جميله. برافو يا جميله. برافو برافو. سو براود اوف يو. وابنك اسمه ايه؟ ادم. وبرافو يا ادم برضو. عشان ايه بابوزي بيشيل طبقه. برافو يا ادم. في المطبخ وبيغسل ساعات الاطباق. وبرافو يا احمد. ايوه برافو يا احمد طبعا. برافو يا احمد عشان بس ايه ما يبقاش ايوه ما ينكدش علينا في الاخر يعني. لا الحمد لله. بص احنا بنحاول. هي الحياه ما فيش حد بيرفكت طبعا، فيش بيرفكت مام ولا بيرفكت بني ادم. كلنا في الحياه دي بنحاول نعمل اقصى جهدنا ان احنا نبقى احسن. حاسه في الفرق بين كيف تربت علا رشدي وكيف تربي علا رشدي اولادها، ايه الفرق الاساسي؟ لا فرق شاسع يعني بصراحه. يعني انا يعني مامتي كانت بتشتغل على طول، ففي الوقت ده ما كانش فيه نفس التوعيه عن التربيه خالص، ان هو لازم بقى. انا حاسه ان انا بقى بزياده يعني، حاسه ان انا عاوزه اعوض اللي هو مامتي كانت على طول في الشغل واحنا كنا يعني، وبابايا كان بيعمل لنا حاجات كتير وكنا بنجري على طول بنعمل حاجات لنفس يعني، وبيسيبونا في وقت واحنا صغيرين واحد عادي يعني عادي نسبب في العربيه وروحوا مشوار نسبب في. فانا حاسه ان دلوقتي عاوزه اعوض بزياده، حاسه ان انا برضو الناحيه الثانيه اكستريم الثاني. يعني انا حاسه ان النص هو صح يعني، ولا كده قوي ولا كده قوي، يعني النص صح. تخلوا الامور بتمشي والعيال في الاخر بتتربى وبتكبر، مفيش داعي للاوفر بروتكتيفنس. الصحاب بقى بتخافي من الصحاب؟ واخده بالك من الصحاب؟ لان الصحاب تاثير مهم جدا على الولاد. صحابهم يعني انا الحمد لله صحابهم اهاليهم صحابي. فانا لا ما حاجه مطمنه. عارفه ان هم اهاليهم صحابي، وبطمن ان اولادي يروحوا لهم البيت. أيوة. وعارفه ان هم زينا ويعني لو حسيتي ان في صاحب او صاحبه ويمكن لسه ما كبروش قوي بس يعني في عنف شويه يمكن ده تشوفيه مع الولاد. لا لو في عنف او مختلفين يعني بحاول ايه اخليها تيجي عندنا. يعني أيوة. دايما لو حد ما اعرفوش قوي او حد انا مش مطمنه له اقول لها جيبيها عندي البيت. ايوه مش لازم تروح لها، هاتيها تقعد معانا وانا اتعرف عليها واعرف هي تمام. خليها تيجي ان شاء الله تبات، بس تيجي تقعد عندنا في البيت. فكره بقى يعني علا رشدي الفنانه، هل الولاد حاسين بده؟ حاسين انها فنانه ومشهوره وكده وبابا فنان وماما دلوقتي بقى حاسين؟ يعني زمان ما كناش حاسين، بس دلوقتي اللي هو يعني طبعا عارفين احنا بيشوفونا في التلفزيون وبيشوفونا وعارفين احنا بنشتغل وبتعملي ايه. طب بتعملي ايه جاي بتعمل؟ لا يعني هم بالمناسبه بقى بتعملي ايه جاي يا علا؟ بحضر حاجه كده رمضان يا رب تكمل يعني ان شاء الله للاطفال. برافو. عاوز اعمل حاجات للاطفال جدا، وعاوز اعمل اعمال مختلفه يعني. يعني لما اعمل في التمثيل يبقى في حاجه فيها تغيير في الكاركتر اللي متعودين يعني. انا اتمنى وانت بتتكلمي كده نفسي تعملي برنامج للاطفال ان شاء الله بجد يعني. نفسي فعلا قريبا برنامج للاطفال. بشتغل على حاجه كده ان شاء الله. باذن الله. بشكرك مزر علا رشدي. ميرسي. فنانه جميله علا رشدي. ميرسي لحضرتك. ووجهه مزر اتفرجوا عليه دايما على اليوتيوب. يوتيوب انا سعيده جدا ان انت كنتي معايا. انا الاسعد. انبسطت جدا. كنت وانبسطنا وكان واكيد كلام مهم جدا للامهات بالذات الصغيرين. يمكن ده كلام انا ما اعرفش اقوله وعلا تقدر تقوله لانها صغيره زي كتير من الامهات. ميرسي جدا. ميرسي يا علا ونشوفك قريب باذن الله. انبسطت جدا. ميرسي بجد. ان شاء الله. شكرا. وبشكركم اعزائي المشاهدين، دي كانت حلقتنا النهارده. نتقابل بكره باذن الله. يعني نتمنى كل التوفيق لفريقنا الوطني والمنتخب في مباراته القادمه. واشكركم وهذه لميس الحديد تحييكم. تصبحوا على خير.